أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أن النظام السوري وإسرائيل والأمم المتحدة اتفقوا على إعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان يوم الاثنين. وقالت هيلي في بيان أن فتح المعبر سيسمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتكثيف جهودها لمنع الأعمال العدائية في منطقة مرتفعات الجولان. بعد العديد من التوقعات والتكهنات بشأن التحركات والتصريحات الروسية ومغبة إسقاط طائرتها في الساحل السوري وعلى إثرها، وبعد تسليم موسكو منظومة S-300 إلى دمشق، أعربت إسرائيل في أكثر من مرة عن مخاوفها. يبدو أن الأمور تتجه بعكس الوقائع والتخمينات. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أعلنت أن إسرائيل وسوريا والأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق لإعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان اعتبارا من الاثنين القادم. وذكرت هيلي أن اتفاق فتح المعبر سيتيح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تكثيف جهودها لمنع الأعمال العدائية في منطقة مرتفعات الجولان، وأضافت: نتطلع لقيام كل من إسرائيل وسوريا بالسماح بدخول قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وضمان سلامتها. كما دعت هيلي دمشق إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى تتمكن قوة الأمم المتحدة من مراقبة فض الاشتباك والانتشار والمراقبة بسلام وفعالية دون تدخل. ومؤخرا أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن تل أبيب مستعدة لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان المحتل، معتبرا أن الكرة موجودة الآن في الملعب السوري. وبعد المعارك التي شهدتها هذه المنطقة، الشرطة العسكرية الروسية قامت بتأمين دوريات الأمم المتحدة التي استأنفت عملها في المنطقة منزوعة السلاح بهدف تنفيذ اتفاقية فك الاشتباك الأممية لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل. بدوره أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس وقبل الإعلان عن الاتفاق أنه يرى في الوجود الإسرائيلي بهضبة الجولان ضمانة لأمنها، ولذلك فقد توجه إلى المجتمع الدولي مطالبا إياه بالاعتراف بهذا الوجود، وقال: هضبة الجولان ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية لضمان أمنها. وكان نتنياهو يتكلم خلال جولة له على بعض المواقع العسكرية والأمنية والاستيطانية في الجولان، قام خلالها بالمشاركة في حفل افتتاح كنيس يهودي في الهضبة السورية المحتلة، فأشار بالبنان إلى الأراضي السورية شرق الجولان وقال: خلف الحدود مع سوريا هناك همجية مطلقة ومحاولات للتموضع الإيراني، وإسرائيل لا تستطيع أن تتخلى عن احتياجاتها هناك. وكان نتنياهو قد تكلم عن الجولان كما اعتاد الكلام عن القدس، فقال إنها من أقدس أقداس إسرائيل، وقال إن حكومة إسرائيل بقيادته لن تعترض على التوصل إلى اتفاق على تسوية سياسية في سوريا، لكنها تصر على أن يأخذ الفرقاء مصالح إسرائيل الأمنية وروابطها التاريخية مع اليهود واليهودية بعين الاعتبار. وأضاف: خلال أكثر من 50 سنة من الحكم الإسرائيلي في الجولان تحولت المنطقة إلى قبلة للسياح وللمزارعين وللمستثمرين ولرجال الأعمال المبادرين وللبناء. وفي المنطقة السورية التي تغلي كالمرجل منذ سنة 2011 تبدو الجولان أكثر المناطق هدوءا تحت حكم إسرائيل على حد وصفه. واحتلت إسرائيل معظم مرتفعات الجولان في حرب 1967 وأعلنت ضمها لاحقا في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الملف، يسعدني أن أرحب بضيفي من القدس الأستاذ إيلي نيسان، محلل سياسي. أستاذ إيلي مساء الخير. أهلا بكم. أستاذ إيلي، إعادة فتح معبر القنيطرة في الجولان بعد 4 سنوات، كيف تقرأ ذلك؟ الحقيقة أنه قبل أسبوعين أو 3 أسابيع زار وزير الدفاع فيكتور ليبرمان هذه المنطقة ووعد بإعادة فتح معبر قنيطرة، ولكن قال إن هذا الأمر منوط بسوريا. طبعا سوريا حاولت وضع العديد من العراقيل أمام قوات الأمم المتحدة اليوندوف، ومنعت منهم منح تصاريح، وحتى بواسطة روسيا وإيران وكوريا الشمالية حاولت إلغاء كافة الملكات للقوى الأممية العاملة في المنطقة، ولكن بواسطة الضغوط التي مارستها إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة تم الاتفاق على نشر قوات شرطية روسية في المنطقة، بحيث
يتم افتتاح يوم الاثنين القادم هذا المعبر، نعم، بشرط أنه لا تتموضع أي قوات إيرانية في المنطقة. نعم. طيب أستاذ إيلي، يعني حضرتك عرجت على موضوع ليبرمان عندما قال الكرة في ملعب سوريا، ولكن هل فتح هذا المعبر جاء بعد طلب من زعيم طائفة الدروز الموحدون في إسرائيل موفق طريف؟ لا أعتقد، للطائفة الدرزية هناك قضايا ثانية، وكما تعلم أن رئيس الطائفة الدرزية كان في الأمم المتحدة قبل عدة أسابيع وطلب المساعدة بالإفراج عن كل الفتيات التي اختطفنا من قبل داعش بهذا الموضوع، وطلب المساعدة من روسيا، ولكن هذا الأمر طبعا يساعد الدروز في هضبة الجولان، بحيث المعبر معبر رفح يساعد على نقل البضائع بشكل خاص، منتوجات التفاح من هضبة الجولان إلى سوريا، وطبعا كل ما يتعلق بزواج بنات درزيات من هضبة الجولان لأقاربهم في طيب. سوريا، وأنا لا أعتقد. طيب أستاذ إيلي، هل نجحت الوساطة الروسية لتحقيق نجحت الوساطة الروسية لتحقيق هذا الإجراء، بالرغم من أننا لم نسمع لغاية هذه اللحظة أي موقف رسمي خرج من دمشق؟ كون نيكي هيلي أعلنت هذا الموضوع جهارة في الأمم المتحدة أن المعبر سيتم افتتاحه يوم الاثنين القادم، وهذا الأمر جاء بالتنسيق وبمعرفة وبموافقة روسيا بكل ما يتعلق بالأمور في سوريا، رغم أن السلطات السورية لم تعلن هذا الموضوع، ولكن إذا أعلنت نيكي هيلي هذا الموضوع طبعا هذا الأمر سيتم تطبيقه على أرض الواقع يوم الاثنين القادم. طيب أستاذ إيلي، هل باتت بالفعل هذه المنطقة آمنة وخالية من كل التنظيمات الإرهابية التي كانت هناك والتي اتهمت إسرائيل بشكل مباشر بأنها تقوم بدعم وتغذية هذه التنظيمات الإرهابية هناك؟ في الوقت الحاضر كل القوات المتمردين التي كانت مرابطة في هذه المنطقة طبعا تم طردها من المنطقة، وقامت روسيا بنشر قوات شرطية في المنطقة. دليل على ذلك هو الاستقرار السائد في هذه المنطقة، وأعتقد أن إعادة قوات الأندوف وعددهم نحو 1000 جندي من الأمم المتحدة يدل على رغبة إسرائيل في إعادة الاستقرار والأمن، كما كان بعد حرب أيام يوم الغفران والتوصل إلى اتفاق عام 74. أعتقد أن هذا الأمر سيصب في مصلحة الأطراف، سوى أن لسوريا هناك مآرب أخرى تحاول أن يتم نشر قوات إيرانية أو ميليشيات إيرانية في المنطقة، وهذا الأمر طبعا تعارضه إسرائيل، وروسيا تفهم هذا الموضوع، ولذلك إسرائيل هي يقظة بهذا الموضوع. ولكن في هذه النقطة بالتحديد أستاذ إيلي، هناك تطمينات روسية بأنه سيكون هناك شرطة روسية بالإضافة إلى قوات تابعة لدمشق للنظام السوري في هذه المنطقة. صحيح، لأن لإسرائيل هناك خطوط حمراء بهذا الموضوع، أنه لا تقبل بأي تأويل مرابطة قوات إيرانية أو ميليشيات تدور في فلك إيران بهذه المنطقة، وعندما تعلم إسرائيل من النواحي الاستخباراتية بهذا الموضوع طبعا لا توافق. ما الذي من الممكن أن تقوم به مع وجود قوات شرطة روسية في هذه المنطقة أستاذ إيلي؟
أولا كما تعلم أن هناك تنسيق بين القوات، بين جيش الدفاع والقوات الروسية، وعندما تتم زيارة بنيامين نتنياهو إلى روسيا ولقائه مع بوتين في الأيام القليلة القادمة، طبعا هذا التنسيق سيتم توثيقه أكثر فأكثر. وطبعا روسيا تكون على علم بأنه إذا هي تريد إعادة الاستقرار في هضبة الجولان وفي كل المنطقة التي هي محاذية لإسرائيل، إذا روسيا تريد إعادة الاستقرار طبعا هي لا تسمح لقوات إيرانية أن تتوغل بزي سوري في المنطقة، لأن إسرائيل في نهاية الأمر تعلم تماما إذا القوات الإيرانية تتوغل بزي سوري في المنطقة، وهذا الأمر لا طيب هل لوصول يساعد أستاذ إلي هل يساعد لوصول روسيا على إعادة نعم الاستقرار في المنطقة؟ هل لوصول منظومة S-300 علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الاتفاق الذي تم إبرامه كما أكد حضرتك؟ طبعا أولا كما تعلم أن تزويد أو وصول S-300 هذا كان بقرار وزير الدفاع الروسي وطبعا بموافقة بوتين، ولكن كما تعلم وأنا لا أريد أن أكشف الأسرار، أن بكل حال من الأحوال إسرائيل عندما تعلم أن هناك محاولة لتهريب أسلحة فتاكة من إيران إلى حزب الله، فإسرائيل تقوم باستهداف هذه الأسلحة، مع العلم أن إسرائيل تعلم تماما كيف تتعامل مع S-300 ولكن لا تريد أن تتعامل. وكما تعلم أن في الأيام الأخيرة تم نشر معلومات بأن S-300 ستكون على مدى 5 أعوام من اليوم طيب أستاذ بأيدي إلي. الخبراء الروسيين نعم. وليس بأيدي السوريين نعم. أستاذ إلي أعتقد أن الطرفين الإسرائيلي والسوري الروسي سيكونوا حذرين بهذا الموضوع. طيب أستاذ إلي، يعني اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل هل ستعود إلى الطاولة من جديد؟ وهل من المحتمل أن يكون هناك فتح لقنوات اتصال أخرى فيما يتعلق بموضوع تطبيع العلاقات بين دمشق وإسرائيل؟ طالما تتواجد قوات إيرانية وميليشيات إيرانية في سوريا لا أعتقد أن يكون أي تطبيع علاقات بين إسرائيل وبين سوريا، مع العلم أن إسرائيل ترى بالزعيم السوري الأسد مجرم حرب الذي قام بقتل آلاف من السكان المواطنين السوريين من أبناء شعبه. إسرائيل لا تتدخل بكل ما يحدث في سوريا، لا، هذا الأمر لم يكن في الماضي ولم يكن في المستقبل. إسرائيل ما يهمها فقط هو المحافظة على أمنها من إمكانية توغل جهات معادية لإسرائيل إلى المناطق المحاذية للحدود بين إسرائيل وبين سوريا، ولكن بكل ما يتعلق تطبيع العلاقات أنا لا أعتقد أن حتى الأسد هو على استعداد لتطبيع أي علاقات مع إسرائيل. طيب سيد إيلي، لفتت السيدة هيلي بأنه بموازاة هذه الخطوة يجب على الجميع، جميع الأطراف، الالتزام بنص الاتفاقية التي نصت عليها عام 1974 ومنع أي وجود قوات عسكرية. هل برأيكم أو وفق المعطيات ستكون إسرائيل ملتزمة بهذا القرار إلى جانب قوات النظام ودمشق؟ إسرائيل هي ملتزمة بكل هذه القرارات، ولإسرائيل شرط واحد، ألا وهو أن كل ما تم الاتفاق عليه عام 74 سيكون منفذ على أرض الواقع دون أن يتم إدخال أي تغييرات، لأنه في حال حاول النظام السوري ربما بتأثير إيراني تغيير الوضع في هضبة الجولان، طبعا إسرائيل لا توافق على هذا الموضوع، وهذا الأمر سيكون مدار نقاش بين إسرائيل وروسيا وبين إسرائيل والولايات المتحدة
وبين الولايات المتحدة وروسيا. طب برأيكم من المستفيد الأبرز من إعادة فتح هذا المعبر في هذا التوقيت؟ أولا المصلحة تصب في الجهتين الإسرائيلي والسوري، لأن يعود الاستقرار والاستتباب في المنطقة كما كان قبل حرب الأهلية في سوريا، وطبعا السكان الدروز في هضبة الجولان الذين يستفيدون من هذا إعادة الوضع والاستقرار، بحيث يتم زواج بنات سوريات أو شباب من الدروز من هضبة الجولان في سوريا، وبالطبع نقل البضائع التفاح بشكل خاص كما كان في الماضي بين القرى الدرزية في هضبة الجولان وبين سوريا. طيب أستاذ إلي، سؤال أخير، يعني هل هناك معلومات أو تطمينات لدى الجانب الإسرائيلي بأن بالفعل ستتقيد دمشق باتفاقية عام 1974؟ من يكون المسؤول أولا وأخيرا هي القوات الروسية في المنطقة، وهي القوات الشرطية الروسية التي المنتشرة في المنطقة، هي ستحافظ على النظام والاستقرار. وإذا حاول النظام السوري التلاعب ربما بتأثير إيراني بما يسمى بالاستقرار، طبعا من يدفع الثمن ليس إسرائيل وإنما النظام السوري، لأن وأقول أيضا لروسيا، لأن روسيا تهتم بإعادة الاستقرار إلى النظام السوري. وإذا حاول الأسد بتأثير إيراني وميليشيات إيرانية التلاعب في هذا الاتفاق، طبعا إسرائيل لا تقف مكتوفة الأيدي. ضيفي من القدس الأستاذ إيلي نيسان، محلل سياسي، شكرا لك على كل ما تفضلت به. مشاهدينا، ننتقل إلى الملف الثالث.